الغالب ترتبط مشاهداتنا للطيور مع شعور مليء بالسكينة، فهم من نستمع لأصواتهم الخلابة في الصباح الباكر واليوم المشمس، أو عندما نذهب لنزهة ممتعة في الحديقة. بينما قد يتعجب البعض بأن هناك طيورا خطيرة جدا، وقد تصل خطورة الاقتراب من بعضها إلى حد الموت. إليكم الجزء الثاني من أخطر أنواع الطيور على وجه الأرض. النورس الفضي. يعرف النورس الفضي أيضا باسم نورس الرنكة الأوروبية، هو طائر نورس كبير الحجم موجود في أوروبا الغربية. يشتهر هذا الطائر بسرقة الطعام ومهاجمة البشر، ويبلغ طول جناحيه عند فردهما نحو متر ونصف. لكن ما يجعله خطيرا جدا على الإنسان هو منقاره الحاد جدا الذي يتراوح طوله بين 4.5 سنتيمترات إلى 6.5 سنتيمترات، وبما أنه متواجد في أماكن البشر لسرقة الطعام فهو قادر على إلحاق الأذى والتسبب بجروح. وكالكثير من الطيور الأخرى يصبح النورس الفضي شديد العدوانية خلال فترة التعشيش، لذا إن شاهدت هذه الطيور فعليك الابتعاد أو ترك مسافة، خاصة أنها لا تهاجم بشكل فردي إنما ضمن مجموعات. فحتى لو كان الطائر وحيدا بإمكانه إطلاق نداء لاستدعاء الطيور الأخرى البالغة. النعامة. تعتبر النعامة أضخم طائر على وجه الأرض، وموطنها الأصلي هو إفريقيا، وهي تستوطن السافانا والصحاري والمروج في جميع أنحاء القارة. تزن النعامة البالغة نحو 150 كيلوغراما، ويصل طولها تقريبا إلى 1.8 متر، كما تصل سرعتها القصوى إلى 69 كيلومترا في الساعة، وهي بالتالي أسرع طير على وجه الأرض. لكن ما يجب أن تعلمه عن هذا المخلوق هو أن ركلة واحدة منه قادرة على قتل إنسان. تمتاز النعامة بساقين طويلتين وقويتين جدا، لدرجة أنها قادرة على عراك مفترسين، وإن لم تنجح في إبعادهم تلجأ النعامة إلى ركلتها القوية لطردهم بعيدا أو الهرب. وعندما نتحدث عن الكائنات التي تفترس النعامة وتهاجمها فنحن نقصد حيوانات مفترسة وشرسة مثل الأسد أو الفهد. يبدو أن النعامة عوضت عن عدم قدرتها على الطيران بقوتها، إذ أن ركلة واحدة قادرة على قتل إنسان بالغ أو حتى أسد. النعامة أيضا تهاجم البشر، خاصة إذا اعتبرتك تهديدا لها أو لصغارها، لذا لا ننصحك أبدا بالاقتراب من النعامة. فعلى عكس الاعتقاد الشائع تعتبر هذه الكائنات خطيرة جدا. هناك حادثة حصلت مع المغني الشهير جوني كاش، حيث اقترب الموسيقي من ذكر نعام عدواني وحاول التلويح بعصا طويلة أمامه، فما كان من الحيوان إلا أن ركله ركلة قوية جدا في معدته. وقال كاش إنه لو لم يرتدي حزاما قويا لغرزت مخالب النعام في جسده وأدت إلى جرح كبير وخطير قادر على قتله. طائر الإيمو. يعتبر الإيمو الشائع آخر كائن بقي على قيد الحياة ولم ينقرض من جنس الدرميس، وهو أيضا ثاني أكبر الطيور من ناحية الحجم بعد النعامة. بإمكان الإيمو الركض بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، لكن إن تعرض للخطر أو شعر أنه محاصر بإمكانه ركل عدوه باستخدام قدمه ذات الأصابع الثلاثة. غالبا ما يتفادى الإيمو مناطق البشر، وهو يعيش بالدرجة الأولى في أستراليا، وهو غير مهدد بالانقراض، بل إن أعداده باتت أكبر لدرجة أن الجيش الأسترالي اضطر لشن حرب حقيقية على هذه الطيور في عام 1932، ولكن مع ذلك لم يتمكن الجيش الأسترالي من هزيمتها. وكالنعام والشبنم فإن مخالب قدميه قادرة على نزع أحشاء الحيوانات الأخرى إذا استحكم في ضربته، لكن على أي حال نادرا ما ذكر أن ضربة الإيمو أدت إلى قتل البشر. لكن هناك تقارير كثيرة أكدت إصابة البشر بعدد من الجروح في أستراليا والمنتزهات وحدائق الحيوانات.
البومة القرناء الكبيرة. إن جميع أنواع البوم تهاجم الإنسان إذا شعرت أن صغارها أو أزواجها في خطر، أو حتى إن شعرت أنك تهدد موطنها. وغالبا ما يروح الناس المتجولون ضحية هذه الهجمات، وبالطبع أغلب ما يسببه البوم هو جروح وإصابات، إذ من النادر جدا أن يتسبب البوم في وفاة إنسان. هذا الأمر ينطبق على البومة القرناء الكبيرة، وهي بومة ضخمة تستوطن في القارتين الأمريكيتين، وهي أيضا من أثقل أنواع البوم الموجودة هناك إلى جانب البومات الثلجية، حيث يتراوح طولها ما بين 43 إلى 64 سنتيمترا، بينما تصل المسافة بين جناحيها عند فردهما إلى 150 سنتيمترا، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 200 سنتيمتر. وتمتاز أيضا برأسها الضخم والخصل الريشية على آذانها، ما يعطيها مظهرا أشبه بالقرون. وقد تسببت هذه البومة بهجمات على البشر في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها عادة ما تتغذى على القوارض الصغيرة أو الطيور، فلن يعرف عنها قدرتها على حمل فرائس ضخمة تبلغ قوة قبضتها نحو 500 رطل لكل بوصة مربعة، أي ما يعادل عضة كلب حراسة كبيرة. وهي بالتالي قادرة على تشويه أو قتل الفريسة بشكل دائم، وهي كباقي الطيور تحاول إصابة أهداف محددة كالوجه مثلا. الصقر. كانت الصقور ولا تزال شائعة ومحببة جدا في شبه الجزيرة العربية، وتحديدا الصقر الحر والشاهين. ولكن في الحقيقة إن الصقور طيور خطيرة فعلا. إن الصقور تدافع عن مواطنها ولن تتردد في الدفاع عنها أو مهاجمة المعتدين إن شعرت بالخطر، لذا لا تفكر أبدا بالاقتراب من أعشاشها. يملك الصقر مخارب حادة جدا، كما أن منقاره يملك تصميما مشابها للخطاف، وبالتالي بإمكانها استخدام هذين السلاحين لنزع الجلد أو حتى الوصول إلى النخاع الشوكي. يشتهر صقر الشاهين أيضا بسرعته، والتي تقدر وسطيا ب 320 كيلومترا في الساعة، أما أقصى سرعة مسجلة لهذا الطائر فهي 389 كيلومترا في الساعة. ويصطاد الشاهين ثدييات صغيرة أو طيورا أخرى أصغر منه كالحمام والخفافيش. منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى السبعينيات كان الشاهين مهددا بالانقراض جراء استخدام البشر للمبيدات الحشرية، حيث يحوي المبيد على مادة الكلور التي تجعل بيوض الطائر أكثر هشاشة، ما أدى إلى موت عدد كبير من الصغار قبل أن تفقس البيوض. يستخدم الشاهين أيضا في رياضة الصيد بالصقور، وهي رياضة شائعة لدى البدو الرحل في آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية قديما، حتى أن الأوروبيين شاهدوا هذه الرياضة لأول مرة لدى العرب. وسبب استخدام الصقور تحديدا هو سرعتها العالية جدا ومخالبها الفتاكة. الشبنم. الشبنم هو طير ينتمي إلى الفصيلة الشبنمية، وهذه الفصيلة تضم الشبنم والإيمو. على الرغم من منظره الغريب الذي يشعرك أنه طائر مسالم، لكن الشبنم أخطر طير موجود على كوكب الأرض. وكالنعامة تسبب ركلة الشبنم إصابة خطيرة وقد تؤدي للموت، خاصة إذا ما أخذنا حجمه الضخم في الحسبان، إذ أنه يزن بين 75 إلى 80 كيلوغراما، ويصل طوله إلى 180 سنتيمترا. ناهيك عن ركلته القوية، يملك الشبنم مخالبا حادة يصل طولها إلى 12 سنتيمترا وأشبه بالخنجر، ما يعني أن ركلاته ليست قوية فحسب بل حادة وجارحة. ويعتبر الشبنم طائرا سريعا على الأرض، إذ تصل سرعته إلى 50 كيلومترا في الساعة. ومن النادر أن يهاجم الشبنم البشر بدون سبب، لكن إن شعر بالتهديد فلن يتردد أبدا بالهجوم. والمصيبة أنه بإمكان الشبنم توجيه ركلات إلى الأمام والوراء، وليس فقط في اتجاه واحد. يعتبر الشبنم كائنا فضوليا، إذ من الممكن أن يحاول الاقتراب من البشر وسرقة طعامهم. هناك حادثة شهيرة وقعت عام 1926، حيث كان أحد المراهقين يحاول اصطياد الشبنم، لكن الأخير فاجأه بالقفز على الصبي وطرحه أرضا. ولم يكتف الطائر بذلك، بل مزق الوريد الوداجي للصبي باستخدام مخالبه، ما أدى إلى مصرعه على الفور.
إن تهديد الحيوانات أساساً أمر خطير، فما بالك إذن بهذه الكائنات التي قد يعتقد الكثيرون أنها مسالمة أو غير قادرة على أذيتهم؟